السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب. مقطع جديد اليوم، مقطعنا عن الباتل فيلد V وشو الأشياء الجديدة اللي حتنزل بكرة إن شاء الله بتحديث 4.6. طبعا هذا التحديث حيكون تحديث حلو، في شيء شغلات كتير حلوة وتغيير على الأسلحة وتغيير، وفي مابات حتنزل جديدة. بترككم إن شاء الله مع المقطع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وطبعا الدعم يا شباب، شير مع الشباب أصحابكم لو عجبكم المقطع، وقنواتي موجودة في الوصف لو حبيتوا تتابعوني. دايما بساوي giveaways وهدايا على التويتر وعلى الديسكورد عندي، وبترككم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. أول شيء مبلش معكم بالخرائط، شو اللي حيصير جديد؟ حتنزل خريطة السندان طبعا بطور الكونكويست والبريكثرو، وتاني شيء في عنا الهنجار بخريطة الايردروم يلي بيوقفوا فوقه الدبابات، والعالم اللي ما بتعرف كيف بيطلعوا لفوق حاليا صار خارج نطاق اللعبة، يعني اذا طلعت لهونيك حيقلك انه رجع للمعركة. وبخريطة أراس في كمان ثلاث شغلات جديدة، يلي هي كان في ساند باجز او اكياس الرمل يلي جنب العالم بي، لو فجرتوا الجسر كانوا يضلوا موجودين في الهواء معلقين. وتاني شيء كمان ساووا السبون، لو انت عم تلعب بريك ثرو كان في عالم تساوي سبون برا ارض المعركة، كمان هي غيروا السبون حطوها بقلب الماب نفسها. وتالت شيء في عندكم بعض البيوت بالأرس كان وقت توقف ورا الستاير كانت تمنع الطلقة انه توصلك، والحين عدلوها وساووا لها فيكس. الماب اللي بعده ديفستيشن، طبعا هي في كان ثلاث مشاكل هم حلوها ان شاء الله. اول وحده بطور الاختراق كان في مشكله بالسكواد رينفورسمنت بالدبابه السبون تبعيتها، هذا الحين عدلوا. ثاني شيء في عندكم بالكنيسه كان في مشاكل تسبب اخطاء في الرسوميات، كمان هي حاليا عدلوها. وثالث شيء واللي هي اخر شيء، كان في مشاكل وقت اللاعب بيوقف فوق كوم الحطب او الخشب يعني كان يعلق، وعشان هيك حاليا هم زبطوها وساووا لها فيكس. والتعديل اللي حصل على خريطة فجيل طبعا، بس هي للطائرات بشكل عام، تحسين الرؤية وقت يكون في عاصفة طبعا. وماريتا كمان كان في عليها تعديلات، اول واحد يلي هو في مشاكل كانت وقت تلعب بالخطوط الامامية، المشكلة انه بعض اللاعبين كان يساو سبون بنص الهواء يعني قبل ما ينزلوا على الارض، وبينزلوا كان يصير عليهم دامج، بقى هي حاليا ساو له فيكس. وطبعا لاحظوا هنن انه في يعني 30% من الجيمز اللي لعبوها العالم بالبريك ثرو بالسيكتور الثاني ما عم يقدروا يتجاوزوه، بقى هم شالوا العالم بي من السيكتور الثاني في ماريتا. وثالث شيء كمان ساووا تعديلات على السبون، بانه حيث انك ما تصير سبون خارج الارض المعركة او تكون قريب على الاعلام اللي اخذينا الخصم. وبخريطة ميركوري في تعديلين بسيطين صاروا، الأول إنه كانوا اللاعبين أحياناً يعلقوا بين السلاك الشائكة والساند باج، حالياً ساووا كمان عليها تعديل بحيث إنه اللاعب ما يقدر يعلق. وتاني تعديل كان في بيوت، بعض البيوت وقت تفوت عليها حتى لو كان الباب مدمر بيطلع لك إنه بتقدر تفتح وتسكر الباب، كمان هاي عدلوا عليها. وطبعاً أهم شيء يلي أنا متحمس له يلي هي الخريطة الجديدة يلي هي Operation Underground، ضافوا ملفات الخريطة على اللعبة بحيث تكون جاهزة للإطلاق إن شاء الله الشهر الجاي بأكتوبر. وروتردام إجاها تعديلين بسيطين، يلي هو وقت تفتح الباب كان في مشاكل تخلي اللاعب يساوي فولت، وتاني وحدة إنه ما عاد حتقدر تساوي جمب أو تقفز على العواميد الموجودة في الشارع. وتعديل سريع بشكل عام على أغطية الشاحنات الموجودة كمان ساووا عليه تعديل. حتى الكومبايند ارم صار عليه تعديل، اللي هي الاي بي ماينز احيانا ما كانت تفجر وقت يطلع عليها جنود، حاليا ساووا لها تعديل، ساووا لها فيكس. وكان في تعديلات عديده على الفاير ستورم، نذكر اهمها انه حاليا اللاعبين ما عاد يقدروا ينزلوا تحت الخريطه اندر ذا ماب باللي بمنطقه المينرفا دوكس. وطبعا كمان عدلوا على اشو بالتكستشر، وقت الحدا يموت وانت عم تنقل بين لاعب لتاني كنت تقدر تشوف اللاعب التانية من غير ما تطلع الابنية والاشياء، كمان هي ساولة فيكس حاليا. وطبعا ساو فيكس للريفايف، هي كانت اهم نقطة، وقت انت كنت تساوي ريفايف لاحد كنت مثلا لو جنبك سلاح او اي شيء موجود انت عم تساوي الريفايف يقلب على السلاح لانه موجود، تضغط مربع او انه تاخذ السلاح من غير ما تساوي الريفايف. وطبعا كمان الابواب عدلوا عليها، صارت الحركة اسهل معها، وكمان ساولة يعني مثل برايورتي عشان تفتح الباب وتدخل
لو كان في عندك اي دروب او اي اسلحة تحت في الارض، بدل ما ياخذ السلاح يعني بتقدر تفتح الباب وفوت على البيت. وفي تعديل طبعا بالبراكتس مود، طبعا في سلاح الM1907 عدلوا على الامو الموجودة فيه، كان في خطأ بالعدد حاليا ساوي له فيكس. لو انت بتلعب سبكتيتر مود وبتشاهد مثل سينيماتيك كابتشر، عدلوا عليها انه بتقدر تختار اللاعب من الفريق بدل ما كانت قبل محصورة على سكواد معين. وبننتقل حاليا للأسلحة، شو الجديد اللي ساووا بالأسلحة وخاصة للاعبين اللي بيكونوا منبطحين على الأرض؟ طبعا في عنا سلاح السايد آرم، نتكلم عن السايد آرم حاليا، الفرد أو سلاح الروبي حاليا ساووا تعديل على الهيت كيل للطلقة، يعني من 7 إلى 12 متر صرت تقدر تقتله بأربع طلقات، ومن 12 إلى 22 متر صرت تقتله بخمس طلقات، وفوق 22 متر صرت تقدر تقتله بثمان طلقات، لازم ما يكون في عليها أي مشاكل. وأسلحة الـ PO8 P38 والM1912 طبعا كمان رفعوا الهيت كل من 4 طلقات كانت 12 صارت حاليا 22، وكل شيء فوق 22 تقدر تقتله ب7 طلقات. وطبعا السلاح المفضل عندي اللي هو الM1911 كمان زادوا الرانج تبعيته من 7 متر ل 12 متر تقتله ب3 طلقات، وكانت من 12 حاليا رفعوها ل 22 بتقدر تقتله ب4 طلقات، وكل شيء فوق ال 22 متر بتقدر تقتله ب7 طلقات فقط. اما سلاح الام كي في اي الريفولفر، طبعا هذا نزلوا فيه، كانت من 30 صارت حاليا 22 متر، بتقدر تقتل خصم ب3 طلقات، وكانت 50 نزلوها ل 30 حاليا بتقدر تقتل خصم ب4 طلقات، وكمان فوق ال 50 متر صرت تقدر تقتله ب6 طلقات فقط. تمام، بشكل عام حاليا للاعبين اللي بيحبوا التبطح خبر حلو، انه هلا صارت الحركه ابطأ، يعني وقت كان اللاعب بيتحرك يمين او يسار كان وقت يوصل على نقطه معينه كانت تبطأ الحركه تبعه وقت يلف، وبالتعديل هاد صارت الحركة أبطأ قبل ما يوصل لهديك الزاوية، يعني أول ما يبلش يلف يمين أو يسار بتبلش الحركة تبطأ وتبطأ أكتر. وأضافوا شيء جديد يلي هو الفيربرن سكايز، هي يعني وقت حدا يقتلك أو يساوي لك تيك داون بتطلع علامات الدم موجودة على السلاح. نبدأ بسلاح الجوير 1 وال 5، طبعا هي زادوا الارتداد العمودي من اللي هي 1.22 زادوها لل 1.42، وطبعا قللوا سرعة الطلق يعني من 620 نزلوها لل 580 عشان يصير في بالانس بين المسافات البعيدة والقريبة. اما سلاح الكاريباين 1938M طبعا كمان تساوي انخفاض الارتداد العمودي من ال 1.44 الى ال 1.25 حتى يكون يعني نسخة اسهل من الجوير 43، طبعا هذا كله على حساب البطء الريلود تبعيته. وسلاح الكار 98K في عليه تعديل بسيط يلي هي بالحركة الريلود كان في عليها مشاكل انت ومشغل خاصية السبيشاليزيشن تبع البايبود. وطبعا سلاح الام بي 28 كان في السكين يلي هو ذا الجاجر ما كانت تطلع على الاكستندد ماج، حاليا ساوي له تعديل وصارت تطلع. وبننتقل على تعديل الجادجتس، شو صار تعديل عليهم. اول شيء طبعا السموك اللي كنت تساوي من الارتلري هلا حاليا زودوا عليه الوان للمشاكل العالم اللي معها عمى الوان، طبعا غيروا صار فيك تغيرها من السيتنج. وتاني شيء عندك الفلير، الفلير حاليا صرت تقدر تشوف الفريندلي فلير، لو حدا رمى فلير صرت تقدر تشوفه على الميني ماب. الشيء الجديد اللي نزلوا للسبون بيكون، ولو انت كنت داخل مساحة 8 متر من السبون بيكون الموجود، لو اطلعت عليه مباشرة حتشوف اسم الخصم يلي هو نزل الجهاز السبون بيكون. وبشكل سريع الأسلحة اللي هي ثروب اللي انت بترميها قنبلة او السكين او اي شيء، حاليا وقت كنت ترميها انت كان في بطء شوي وقت تبدل للسلاح او تبدل عليها، حاليا هي ساولة فيكس وما عاد فيها البطء هاد. وتاني شيء عندك الامو كريتس والبانديج وقت ترميها حاليا طولوا المسافة، يعني صرت ترميها لمسافة ابعد، وحتى احيانا وقت كنت ترميها كاي تنزل لتحت الارض حاليا كمان عدلوا عليها بحيث انه ما تنزل لتحت الارض. من بعض التعديلات الستيكي ديناميت، في بعض الاحيان وقت ترميها على مناطق معينة ما حتقدر ترجع تاخذها. وطبعا كان في مشكلة بالإمباكت جرانيت بين جيش الأكسس وجيش الألايد، حاليا الاثنين عدلوا عليهم الدمج، لو انت ب 2 متر بيكون الدمج 65.
وتعديل على الأصوات طبعا للميديك والأمو بوتش وقت ترميهم كان في أحيانا ما يطلع أصوات، حاليا عدلوا على الأصوات هاي. وكمان التعديل الأخير اللي هي على فلير جان وقت ترمي انت فلير وحد يمشي عليه يصير عليه دمج، وحاليا يعني في بعض اللاعبين حتى وقت يخلص النار من الفلير بضل بعد عم ياخد دمج منها، والحين عدلوها وما عاد يقدر يصير عليه دمج وقت يخلص الفلير. أما الحين ننتقل على الدبابات والتانكس، الآليات اللي صار عليها تعديل. أول شيء التانك، طبعا التانك الأسلحة تبعيتها صارت هلأ بتقدر تشوفها على الشاشة من دون ما تغير السلاح أو تتغير الكرسي تبعك المقعد. تاني شيء اللاعب اللي بيكون قاعد على السلاح السكندري، تاني سلاح في الدبابة، صارت الحين الأنيميشن تبعيته شغالة 100%. وفي عنا دبابة الانهم MK1 حاليا ما عاد صارت تعبي ريلود لحالها الخمسين CAL والأميونيشن. طبعا صوت التصليح الدبابة كان في صوت يعني خاصة انت بالفيرست بيرسون كان الصوت ضعيف، حاليا كمان عدلوا عليه وزبطوا للستاندرد. تعديل على لو انت ماشي جنب دبابة تانية احيانا ما كانت تطلع على الخريطة او على الميني ماب، حاليا سووا له تعديل. وكمان نقطة عدلوا على الدمج للسيارات اللي ما حدا بيستعملها، كان في بعض السيارات يصير لها دمج لو انت ما استعملتها خلال دقيقتين من ابتداء اللعبة، حتى بعض المركبات كانت تختفي من الخريطة، حاليا كمان عدلوا عليها. ومن بعض التعديلات على آلية اللعب، في تعديلات كتير طبعا حصلت على اللعبة وخاصة للميديك. طبعا هلأ صار في تعديل على الريفايف، وقت حدا عم يسوي لك ريفايف وكل واحد بارتفاع معين صار عليه تعديل. وفي عنا كمان لو انت بوضعية صعبة مثلا كمان في عليها تعديل، بيقدر يسوي لك ريفايف. وطبعا لو انت ميت علامة الريفايف او الشخص اللي بيكون جنبك لو هو قادر يسوي لك ريفايف وقتها بتطلع العلامة انه في عندك حدا بيقدر يسوي لك ريفايف. وعدلوا على زاوية الرؤية من 20 ل 30 لو انت بدك تساوي ريفايف لاحد. وكمان نفس الشيء عدلوا على البيك اب لو انت بدك تاخد سلاح من الارض، عدلوا على زاوية الرؤية تبعيتها من 30 ل 20. وطبعا كمان عدلوا على السلايدينج، لو انت عم تتحرك ومسرع وبدك تروح يمين او يسار كمان صارت الحركة اكتر سلاسة هلأ. وحركة السلايدينج هلأ صارت بدل ما تضغط ضغطتين ورا بعض دغري تساوي سلايد، حاليا بتضغط ضغطة حتضغط ضغطة التانية بس حيكون الوقت متأخر لحتى يساوي سلايد، يعني بعدوا المسافة بين الضغطتين. تعديل على الريفايف وقت يكون الوقت حيخلص وحد يساوي لك ريفايف، احيانا بيكون اللاعب وقت تصير ريفايف بصير واقف كأنه ما عم يمشي هو عم يمشي، بس حاليا هي عدلوا عليها. وتعديل تاني على هي الحركة كمان لو انت كنت فوق دبابة او فوق بوكس وحد ساوالك ريفايف وهذا البوكس كان اوريدي حدا مفجره، صرت تنزل على الارض وتصير ريفايف توقف على الارض، قبل كان كأنه هو عم يمشي على الهواء. ومن اهم التعديلات في بعض الاحيان وقت حدا كان يساوي لك ريفايف كنت تطلع وتعلق بالمنيو او انه تعلق بالكاميرا فوق وكأنك عم تلعب، حاليا هي ساولة فيكس وصرت تقدر ترجع تنزل تلعب. وحتى خطأ الريفايف وقت كان حدا يساوي لك ريفايف وانت تضل كأنك على الارض كمان ساولة فيكس بحيث انك ترجع توقف وترجع للمعركة. ومن بعض التغييرات على الديسبلاي عندك انت عم تلعب كأنك عم تلعب من لو انت مش ميديك يعني وكنت لو على الميديك، بتصير المكان اللي بيكون فيه الميديك كريت بتصير تضوي وتطفي على الميني ماب وبتضل معلقة صورتها على الشاشة حتى انت تفتل عليها وتروح لعندها. وتاني شيء كمان اللاعب نفس الشيء بضل عم الايكون تبعه على الميني ماب بيشعل وبيطفي عشان انت تقدر تشوفه بوضوح. ولو انت عم تلعب ميديك كمان حدا كان لو اون هيلث جنبك بيطلع لك اشارة على الشاشة والميني ماب انه هون في لاعب بمسافات معينة. وطبعا نفس الحركة هي على السبورت لو انت ما معك امو او لو انت سبورت اصلا بدك تعطي امو لاحد كمان نفس الحركة بتصير. واهم تعديل باللعبة يلي صار يلي هو البينك من الابديت الماضي 4.4 صار في مشكلة بالبينج وارتفع، حاليا بال 4.6 عدلوا عليه وصار يطلع البينج الصح موجود على السكوربورد او على اللعبة. وتعديلات كتير كتير موجودة، رح أخليكم رابط بالدسكريبشن تقدروا تضغطوا عليه وتفوتوا تشوفوا شو الأشياء اللي تغيرت. وهي كانت أهم النقاط اللي حتجينا بالتحديث الجديد بكرة إن شاء الله.
وطبعا ما ننسى الشابتر 5 جاي ان شاء الله قريبا مع انتهاء الشابتر 4. حيكون ذا باسيفيك موجود وحيكون البرايفت جيمز موجوده، وحتضل اي اي دايس يعدلوا باللعبه والبرفورمانس تبعيتها. هيك بنكون وصلنا لنهايه المقطع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم المقطع. وهلا يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك لو عجبكم المقطع وتشغيل الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. ولو عندكم اي اسئله اي استفسارات اي شيء حابين تعرفوا عن اللعبه تقدروا تحطوا لي تحت بالكومنتس او تتواصلوا معي عن طريق السوشيال ميديا الموجوده في الديسكريبشن. ولا تنسوا الجيف اويز اللي عم ساويها على حسابي في التويتر. حاليا مساوي جيف اوي على اي اي اكسس لمده شهر لبلاي ستيشن، ولا تنسوا تشاركوا بالجيف اويز. وبنشوفكم على خير، سلام.